اليوم عندنا وجبة جديدة من المواد العضوية اللي بدنا نخمرها. هي بتحتوي على فول أخضر وقشر موز قشر ليمون وشاي وبيض وحامض وقهوة. هلأ رح نرجع نزغر أحجامهم عشان يصوروا عملية التخمير أسهل وأكتر. من بعد ما زغرنا الأحجام بهالشكل هنضيفهم على بقية المواد المخمرة من قبل كذا نهار. هنضيف عليهم كمان شوية قهوة واخيرا نحط شوية رماد بس يتنشفوا شوي وكرمال ما يطلعوا ريحة وما يجي عليهم لا برغش او اي حشرات تانية.